بسم الله الرحمن الرحيم، بشرح لي صدر الأسئلة يا من أحلى غدات المسيان في قلبي. طبعا احنا لما نيجي نحل الأسئلة بتاعت شابتر 3 هنركز على الأسئلة اللي هي متعلقة بالإكزامز، يعني اللي هلاقي جنبه صورة إكزام أو حاجة ده هنحله. Red scientific term pressure that causes by the water vapor in a certain temperature the vapor pressure. بعد كده هو the maximum vapor pressure in the air in a certain temperature the saturated vapor pressure. The system, which apparently in a stationary system, but in reality, it is the dynamic equilibrium system. ناخد بعد كده question 5. Direction which proceeds in both forward and backward direction, يبقى ده reversible reaction. The change in concentrations, هاخد رقم 7. Change in concentration of the reactant per unit time, rate of the chemical reaction. تمام؟ اوكي؟ طيب، ناخد السؤال اللي بعده. ده لسه انا زي ما قلت انا بعدي على الاسئله اللي جت في امتحانات قبل كده وفي سكول بوك. هنا بيقول لك ايه؟ The minimum quantity of energy must gain on the molecule to start the reaction activation energy. بعد كده the molecule which the kinetic energy that equal or exceeded the activation energy دي اسمها activated molecule. بعد كده the substance that causes increase the rate of the chemical reaction without being a change in the equilibrium position the catalyst. The molecule of protein that produces in living cells that act in the catalyst for many biological process enzymes. Substance used as a catalyst in the many biological and the industrial process part of the enzymes. تمام؟ ناخد اللي بعديها. هاخد بقى اعدي على كل اسئله تشوز سواء جت في امتحان او ما جتش في امتحان عشان تشوز بيخلي العمليه تبقى ايه؟ مور اندرستاندبل اكثر فهما يعني. فبيقول لك اول واحد تشوز ذا كوريكت انسر. فبيقول لك the reaction of hydrochloric acid with the magnesium is a complete reaction. ايه السبب ان complete reactions؟ هلاقي الاختيار بتاعي هنا اهو لان الكومباينيشنز between the hydrogen and magnesium is difficult. يعني التفاعل بتاعي ده Mg plus 2HCl فيديني Mg Cl2 plus H2 ده complete reaction، ده بيخرج في صورة جاز. ال combination between the hydrogen and magnesium chloride ده هنا ايه؟ ده بمنتهى البساطة صعب ان هو يحصل، it's difficult to take in place. فالاختيار بتاعي يكون ايه؟ C. ناخد الصفحة اللي بعديها. يقول لك ايه؟ solutions produced from the reaction of acetic acid with ethyl alcohol turn the litmus. طيب نكتب التفاعل بتاعنا ده. التفاعل بتاعي هو عبارة عن CH3 COO C2H5. ده اصلا جاي منين؟ جاي من CH3 COH plus C2H5 OH. فالreversible reaction التفاعل رايح وراجع، ده بيتكون معاه الووتر. فانت هتلاقي في الميديم بتاع الرياكشن هتلاقي استر وهتلاقي ايثانول وهتلاقي اثينيك اسيد وهتلاقي ووتر عشان ده reversible reaction.
السبب هنا ايه؟ reaction is complete. لا reaction is reversible reaction which proceeded so the acetic acids found in the reaction of the medium. طيب نرجع بعد كده اهو، يبقى الاختيار بتاعي يكون letter C اللي بعديها. When the dynamic equilibrium is attained, the concentration of the reactant and the product become and the rate of the forward and backward become. بصوا يا شباب، قبل ما اجاوب رقم 3 هاخد الحالتين دول، هلاقي ان الكونسنتريشنز بتاعت الرياكتنت والبرودكت هيجي بفتره من الفترات وتلاقي الكيرف بقى خد ستريت لاين، سواء كده كبرودكت سواء كده كرياكتنت، فيلاقي ان هو بقى خد ستريت لاين، ده بيسموه الايكوليبريم بوزيشن. يبقى بالتالي لما بنوصل للإكوليبريم ستيت بيلاقي ان الكونسنتريشنز بتاعت الرياكتنت والبرودكت بيكام ايه؟ كونستنت. يبقى الكونسنتريشن كونستنت. طيب ده كده الفورورد والباكورد، هلاقي الكونسنتريشن بتاعت الفورورد والباكورد دايركشن ار كونستنت. يبقى بالتالي الإجابة بتاعتي هنا في السؤال ده، هو بيكلمك أول حاجة الريت، الريت بقى بمنتهى البساطة بيبقى إيه؟ كونستنت. والفورورد والباكورد دايركشن، يبقى أول حاجة ذا كونسنتريشن، الأول الكونسنتريشن أوف ذا ريأكتنت أند ذا برودكت بيكام كونستنت، والريت أوف فورورد أند باكورد أر إيه؟ أر إيكوال. يبقى كونستنت وإيكوال، يبقى الإختيار بتاعي يكون إيه؟ Graph represents the chemical reactions horizontal axis و vertical axis. انا باجي احط هنا ايه؟ بحط هنا عشان اوضح، بحط هنا الريت واحط هنا ايه؟ التايم. يبقى انت حضرتك على الهوريزونتال اكسس هيكون عندك مين؟ التايم. طيب والتاني ممكن تحط الريت او ممكن تحط الكونسنتريشن او ممكن تحط ايه؟ كونسنتريشن. يبقى الاختيار بتاعي هيكون على الهوريزونتال اكسس يكون التايم، والفيرتيكال اكسس بيكون الكونسنتريشن. طيب السؤال اللي بعديه رقم 5، هنا ده تفاعل، التفاعل ده عليه خلاف من التيتشرز للسبب واحد، المفروض هل انا اختار ده ولا اختار ده؟ على فكره الاجابتين تنفع. ليه؟ لان هو مش حاطط الفاليو بتاعت الكي سي، مش حاطط الفاليو بتاعت الايه؟ الكي سي. ولكن على اعتبار انا ممكن اختار الشكل اللي هو ايه. ليه انا اختار ايه؟ عشان لما تعد النمبر اوف موليكيولز يمين وشمال، هنا 1 1 هنا 2، والنمبر اوف موليكيولز هنا ايه؟ 2. فانا اختار الشكل الايه؟ لتر ايه، مع ان الاجابه هنا او السؤال اصلا صياغته مش مظبوطه. السؤال اللي جاي ده جميل قوي، انا بعرف منين ان التفاعل بتاع كومبليت رياكشن؟ كومبليت رياكشن معناها ان الرياكتنت توصل لغايه ما تقرب من الزيرو او تساوي الزيرو، ده كده الرياكتنت. طب والبرودكت؟ تبدا انكريزز ما بين الكونسنتريشن وما بين التايم. طيب حضرتك دلوقتي لما يجي يقول لك التفاعل ده انت هتعرف ان ده كومبليت رياكشن، ليه؟ اشمعنى؟ وان من البرودكت ار ان ذا فورم اوف ذا سوليد. فبالتالي واحد منكم هيجي يقول لك ايه؟ بص ادي الرياكتنت بتقل وادي البرودكت بتزيد، بس اقول لك الرياكتنت فعلا قلت بس ما وصلتش للزيرو، فما ينفعش ان انا اختار الايه؟ اختار المنظر بتاعي ان يكون ده، ما ينفعش ان انا اختار الليتر بي. اما ليه الصح؟ الصح ان انا اختار دي، اشمعنى؟ لان الرياكتنت وصلت الزيرو. طب فين البرودكت يا مستر؟ ما رسموش يا عم، ولو رسمهم كان هيبقى كده، فاهمني؟ فالاختيار الصح بتاعنا هنا هيكون مين؟ هيكون الليتر دي، هو الاختيار الصح. اوكي question 7 بالنسبه لي انا مش موجود، بس انا هحاول اشوفه عندكم. عموما اشوفه كده عندكم، ثواني. اوكي طب انا question 7 مش موجود، ما عملتلوش سكان، فممكن انتوا في الريكومنديشنز او بمنتهى البساطه في الكومنتس على الشانل تبداوا تضيفوا لي question 8 وانا احله. اوكي يجي بعد كده بيقول لك ايه؟ directions one comparatively slow reactions، هو يعتبر بشكل مقارنه كده slow reactions. slow reaction هنا هيكون silver nitrate و sodium chloride
والالكحول والكربوكسيليك اسيد اند esters formations. magnesium with hydrochloric acid, sodium hydroxide with hydrochloric acid. فانا استخدم هنا الالكحول لسبب واحد. اشمعنى؟ لان organic reactions بتكون slow reactions, relatively slow. طيب في الدايجرام ريبريزنت ذا ريليشن شيب بتوين ذا كيميكال ريت اوف ذا كيميكال ريكشن اند ذا سيربس اريا. كل ما بزود السيربس اريا كل ما بزود الريت اوف ذا كيميكال ريكشن هيبقى ايه. Which one of the following reaction lead to produce hydrogen gas with the slowest rate? slowest rate يعني ايه؟ يعني انا عاوز اخلي الهيدروجين جاز يبقى اقل. قال يا حضراتكم ان انت في اللحظه دي تستخدم ستريب ولا باودر؟ لا استخدم ستريب, يبقى الاثنين بتوع الباودر دول استبعده. طيب بعد كده استخدم هاير كونسنتريشن للاسيد ولا لور كونسنتريشن؟ طبيعي ان نستخدم لور كونسنتريشن. الشكل الثاني ده بقى ايه مهم, تعالوا ندرسه. ان ذا اوبزيت جراف, غير لون. في الاوبزيت جراف فيجر ذا كيرف اكس ريبريزنت ذا ايفولفد جاز ان فوليوم بروديوس from 1 جرام. يعني هنا اهو بالنسبه لي انا خدت كام؟ خدت 1 جرام. ماشي نكمل. اوف ذا سينك ان اكسس ات ذا سيرتي تمبريتشر 30 ديجري سيلسيوس. يبقى خلي بالكم هو مدخل الفاكتور الثاني درجه الحراره. التفاعل بتاعي هنا وصل لمرحله الايكوليبريم, يعني بقى ستريت لاين عند الخط ده. ده كده وصل للإكوليبريم. طيب واي كيرف, الكيرف واي ده ريبريزنت ذا ريكشن اون ذا سيم اسيد ويز. ندرس التفاعل. اول حاجه ده كان 1 جرام الايفولفد جاز, الفوليوم بتاع الايفولفد جاز وصل لهنا. طيب في المرحله الثانيه الايفولفد جاز وصل لهنا, معناها ان انت استخدمت كميه اقل من ايه؟ اقرا الارقام اللي عندي. 1 جرام 1 جرام 0.5 0.5, يبقى هنا ده معناها ان انا استخدمت 0.5. تاني خطوة التفاعل بتاعي بدأ يثبت فين؟ بدأ يثبت عند الحتة دي كده. يعني معناها ان انا خدت ايه بقى؟ معناها less time. less time يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطة ان انا زودت التمبريتشر, يبقى higher temperature. يبقى هنا الاختيار بتاعي هيكون ايه؟ 0.5 و 40 ديجري سيلسيوس. طيب اللي انا استفدته من هنا ان التفاعل بيوصل للايكوليبريم, يعني ان هو يبقى ستريت لاين. هنا ده وصل للايكوليبريم عند هنا اهو, وده وصل للايكوليبريم عند هنا اهو. اوكي ناخد اللي بعديه. The reaction of magnesium and hydrochloric acid is increasing on adding more magnesium to the acid is due to. طبعا هنا الناس هتتلخبط. هو بيقول لك انا حطيت مغنيسيوم, المغنيسيوم ده سوليد, معنى ان انا بضيف سوليد سبستنس يعني الكونسنتريشن بتاعها بيكون كونستنت. فبالتالي ناس يقول لك اما احط المغنيسيوم يبقى معناها increasing the reactant concentration. غلط. طب changing the magnesium as oxidizing agent, اصلا المغنيسيوم كان هنا زيرو وبره خرج بوزيتيف 2, يبقى حصل له اوكسيديشن, يبقى هو ريديوسنج ايجنت. واحنا مش بنتكلم عن النقطه دي. changing the nature of the reactant برضو, ما هو الرياكتنت بتتحول لبرودكت. increasing the surface area of magnesium exposed to the reaction, عشان ده سوليد سبستنس. السؤال اللي بعديه. figure represent the relationship between the rate of the chemical reaction and temperature. انا دلوقتي حضراتكم كل ما بزود التمبريتشر كل ما الريت اوف ذا كيميكال ريكشن ماله از انكريز. يبقى انا اختار هنا ايه؟ دي. increasing the rate of the chemical reaction is increasing the temperature, يبقى العلاقه بينهم دي. ناخد السؤال اللي ايه اللي بعده. اشمعنى ما اخترتش ولا واحده من دول؟ لان السي هنا دي كونستنت. طب وهنا ده هنا كيرفنج. طب وهنا لما الريت بيقل لما ازود التمبريتشر الكلام ده ما بيحصلش. يبقى الاجابه بتاعتي الصح هتكون ايه؟ هتكون دي. شوف السؤال اللي بعد. السؤال اللي بعد كده رقم 14. Which one of the following change in create the kinetic energy of molecule. ارجع معاك في الاعداديه كده اهو. كان بيقول لك او في الفيزيكس بتاعت اولى ثانوي. Kinetic energy هي عباره عن half mass
times velocity square. الـ velocity دي يعني الـ speed of molecules، بتعتمد على مين؟ بتعتمد على الـ temperature. يبقى بالتالي انا عاوز ازود الكيناتيك انرجي باز انكريزنج ذا تمبريتشر. كاتاليست سيرفيس اريا والكونسنتريشن الكلام ده ملوش علاقه. في عندك بقى معلومه في الكتاب وهنا دي دايركتلي بقى ده اجابه مباشره. Which one of the following taking place is increasing the temperature by 10 degrees Celsius. دي معلومه ثابته عندك في الكتاب ان الريت اوف ذا كيميكال رياكشن از دبلد، خليك فاكرها. ماشي؟ طيب بعد كده when the mass of the zinc and the volume of the acid is constant. The rate of the reaction between كذا zinc and the كذا is larger than possible. انا مثبت الماس ومثبت الفوليوم، يبقى انا لازم ايه؟ هزود السيرفيس اريا وازود التمبريتشر. يبقى باودر والكونسنتريك اسيد، باودر والكونسنتريك والتمبريتشر ببدا ارفعها فيبدا الريت يزيد. اللي بعديها from the opposite figure which one of the following doesn't affect the rate of the chemical reaction. مين في دول مش هيأثر على rate of the chemical reaction. Increasing the volume of the acid, decreasing the concentration, increasing the temperature, grinding. خلي بالكم ال volume هو مش من ال factor affect the speed of the chemical reaction. بمعنى انا مثلا حضراتكم بدأت ازود ال liquid لغاية انه زودت ال volume بتاعه، ده بقى دلوقتي ده كل ده بقى ليكويد. مين اصلا اللي بيتفاعل؟ الشويه دول بس اللي هم فوق دول هم اللي بيتفاعلوا مع المولكيولز دول، فبالتالي increasing the volume ده مش increasing the rate of the chemical reaction، مش هيأثر. Raising the temperature increase the speed of the chemical reaction. لما انا ارفع درجه الحراره ليه؟ increasing the number of activated molecule enable the reactant molecule for breaking down the bonds between their atoms increasing the collision probability between the reactant all the previous هو all the previous. There are four glass beakers which contain 2 cm of the magnesium strip with 100 milli of the hydrochloric acid under the recorded conditions on the beakers in every beaker. What contain the reaction is higher rate. مين اللي عنده higher rate؟ انا بص للبيكرز عندي هنا. Higher rate يعني higher concentration. مين اعلى concentration في دول؟ ده. Higher rate يعني higher temperature. مين اعلى temperature؟ دي ودي. يبقى انا الاختيار بتاعي يكون دي. Which one of the following change doesn't affect the rate of the reactions of the diluted sulfuric acid with the copper oxide in the closed container. انا دلوقتي قاعد عندكم هنا في البيت؟ لا. انا اعتبر عمل خارجي؟ اه. جاي اديكم lessons or private lessons وهتكل على الله. انا مالي بعلاقتكم مع بعض وخناقاتكم بينكم ومن بعض. انا مش ده لا مش طرف فيها. فانت دلوقتي حضرتك بتقول ان الاثنين دول بيتفاعلوا في closed container. خلاص؟ انا ك external pressure ايه علاقتي بالموضوع؟ مش هأثر على الريت في ذا كيميكال ريأكشنز. التدخلات بتاعتي اول ما اجي اتدخل اقول لهم يا جدعان تخانقوا ليه؟ انت مالك اصلا تخانق ليه؟ هنتخانق براحتنا. ماشي؟ طيب ده كده بالنسبه للجزء ده. ناخد السؤال اللي بعديه. Among the properties of the catalyst increasing the forward reaction only. الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان ممكن في عندك كاتاليست بتزود الفورورد وبتقلل الفورورد. طيب increasing the product concentration equilibrium reactions increasing the reaction activation energy increasing the reaction. لا هو بيقول لك ايه activation energy. It's not a change at the end of the reaction. الكاتاليست ما بتأثرش وما بتغيرش بنهايه التفاعل الكيميائي. The change that leads is increasing the rate of the chemical reactions and keeping the equilibrium yields constant. هنا هو ايه؟ حضرتك انت عاوز تغير معدل التفاعل adding the catalyst to the direction of the mixture. Catalyzed reactions which is taking place in the bodies of living organisms occur in the presence of enzymes. What is the catalyst representing the opposite? فين الكاتاليست هنا؟ الكاتاليست معناها السبستنس تخش التفاعل وتخرج من التفاعل هي زي ما هي. ال NO دخلت وال NO خرجت يبقى هو ده الكاتاليست. In opposite graph figure represent the evolved oxygen gas volume over the time adding the hydrogen peroxide to the magnesium. انا حطيت الهيدروجين بيروكسيد to the magnesium dioxide. That shows that over the time manganese dioxide is consumed the catalyst. ازاي اتغير؟ manganese surface area is increased the catalyst. Oxygen gas evolving great increase. اه حضرتك بس خلي بالك هو هيجي بعد فتره ويبقى constant يثبت، فهو مش هيفضل في زياده ما لا نهايه.
مش هيفضل في زياده لا نهائي، جه فتره من الفترات وبقى كونستنت. امال ايه اللي هيحصل؟ الشكل ده هيوريني ان الهيدروجين بيروكسيد از كونسيومد. ايه يا مستر ده مش كده؟ ما هو ده هنا ده كده الاكسجين، ده مش موريني ان الهيدروجين بيروكسيد كونسيومد لدرجه ان هو وصل للزيرو. اه يا حبيبي هو مش موريك ان هو وصل للزيرو، بس في الاخر فعلا عشان الاكسجين يطلع الهيدروجين بيروكسيد لازم كونسيومد. فبالتالي الجراف ان هو ده بيمثل ان الهيدروجين بيروكسيد كونسيومد. السؤال اللي بعد كده mention which one of the following type reactions complete reactions or reversible reaction given reasons. الاولاني هنا هو complete، ايش معنى one of products out from reaction medium as solid. طب والتاني one of the products out from the reaction medium as a gas، يبقى ده برضو complete. هنا ده reversible. ليه؟ لان بمنتهى البساطة كلهم aqueous. طب ما هو في liquid يا مستر اهو. اه حضرتك الليكويد، الليكويد لو موجود معايا ده ما بيحكمش ان التفاعل يبقى كومبليت، الكومبليت لازم يكون سوليد او جازيوس. طيب طب ما هو خلي بالك في اللي بعديه في ليكويد اهو، ده يعتبر ايه؟ ده كومبليت. اشمعنى حكمت عليك كومبليت؟ عشان ده نيوتراليزيشن. ايونيك ايكوليبريم، وفي صعوبة ان الرياكتن تتحد مع بعضها تديني البرودكت. طب وده ريفرسبل. طب في الريفرسبل انا ايه الاجابة بتاعتي؟ هقول له بوس رياكتنت اند برودكت ان ميديم اوف رياكشن. هنا one of the product as a gas complete. طب وهنا؟ اه هنا جازيز وكلوزد كونتينر، يعني يعني برضو ده ريفرسبل. ازاي يا مستر ده طالع فيه جاز؟ اقول لك يا حبيبي كل من الرياكتنت والبرودكت في السيم ميديم مقفول عليهم كلوزد كونتينر فده ريفرسبل. ناخد السؤال اللي بعده. تمام الاسئله اللي هي شو باي بالانس كيميكال ايكويشن، هحل بس الاسئله اللي موجوده. طبعا الواتس مينت باي حضراتكم هتجيبوها. بوتينج ده ماجنيسيوم ستريب ان هيدروكلوريك اسيد هحله، بس هو ده سؤال اهبل، ده تاني عليه. دي ده ادي المغنيسيوم سوليد في 2 اتش سي ال اكوس، فهيديني 2 ام جي سي ال او ام جي سي ال 2 اكوس بلس اتش 2 جاز. اوكي السؤال بعد كده هاخد الجيف ريزونز، هاخد لو كان يعني هقول الجيف ريزونز اعتقد ان هم كلهم جم في امتحانات. direction of the ionic equilibrium faster than the covalent molecule no lo because in ionic compound it takes place between ions while in covalent it takes place between molecules. Neutralization reactions faster than esterifications. نفس الإجابة because it taking place between ionic compound، لكن هنا take place between the molecules. The reaction of the iron and the hydrochloric acid is complete reactions. Reaction of magnesium and hydrochloric acid considered a complete reaction. نكتب الأول التفاعلات دي ال Fe plus 2 HCl diluted يديني FeCl2 plus H2 وده solid gas. طب التفاعل الثاني magnesium plus 2 HCl يديني diluted برضو يديني MgCl2
بلس اتش 2 كاس. الاجابه بتاعتي في الاثنين احط المعادله واقول له بيكوز هيدروجين جاز ايفولفد فروم رياكشن ميديوم او اسكيب from reaction medium as a gas. طيب رقم 4 the reaction of hydrochloric acid with sodium carbonate is a complete instantaneous reaction. Instantaneous يعني تفاعل لحظي. No, because it takes place between ions. وابدأ ابص على حاجة تانية. ايه هي الحاجة التانية اللي انا ابص عليها؟ لازم اكتب التفاعل Na2CO3 ده solid plus 2HCl chapter 2 ده aqueous فاديني 2NaCl aqueous plus A plus H2 O liquid plus CO2 gas. طيب the reaction of ethanol and the acetic acid is reversible. اكتب التفاعل CH3 COO aqueous plus H طبعا C2H5 OH aqueous فهيديني CH3 COO C2H5 aqueous plus water liquid. نقول له ايه؟ اشمعنى ريفرسبل؟ نقول له because pose of the reactant because pose of reactants and products are in same reaction medium. And no escape. ما خرجوش. طب انا عاوز اخلي ده complete reaction. اسحب الووتر. طب اسحب الووتر ايه؟ لما نرجع للorganic chemistry يسحبوها بH2SO4. حتى كمان في الorganic chemistry لما نيجي نتكلم عنها هنعرف ان الاسيد هنا اهو هيشارك ب OH والبيز يشارك ب H وهم عشان يكونوا الميه على عكس البروبرتيز بتاعته. لما يجي الاورجانيك اسيد او الاورجانيك بارت هنبدا نتكلم عنه. Rate of the chemical reaction depend on the type of the bond is null because it is faster in case of ionic compound since it takes place between ions and slow and covalent molecules since it takes place between molecules. The chemical reactions rate vary nature أو هنا كده chemical reaction rate vary أو vary according to the nature of the reactant. نفس القصة لأنه بيكون faster in the case of the ionic وبيكون بمنتهى البساطة بيكون slow between the covalent molecules. أنا وقفت اللحظة كده لأني كنت بفكر في لحظة ال instantaneous reactions وال relatively slow وال very slow مع عشان هما برضو نفس القصة عشان ionic و covalent molecule. The rate of the reaction of diluted hydrochloric acid with iron filling larger than that the same amount of the acid and the piece of the iron as
surface area increases, the collisions between molecules or between reactants increases, so reaction rate increase. Increases. Okay. ناخذ السؤال بعدي. It is preferable to use the zinc powder instead of the block of the zinc in the chemical reaction. No, because as surface area increase, the rate of collisions between reactants increases, rate of reaction increase. The rate of the chemical reactions increase as the concentration of the reactant increase. نفس الإجابة. عشان collisions between the molecules increase, speed of the chemical reactions increase. Rate of the chemical reactions increase by adding the temperature. No, because temperature increases the kinetic energy of molecules. Reactant طبعا reactant molecules increase activated molecules collisions increase speed of reaction increase. اللي بعديها. Only the colloid molecules very high speed can react because it have lowest amount of activation energy. To react during colliding, عندها أقل قدر من الطاقة طاقة التنشيط عشان تتفاعل لما تيجي تعمل colliding process. طيب بعد كده انت تلاحظوا ايه بقى، هتلاقي عندك reaction rate. هنا جايب لي تفاعل وبيقول لي احسب لي reaction rate. ماشي، هقول السؤال ده مع انه برغم السؤال امتحان بس عشان نبقى الناس بس تفهم الامر جاي ازاي. فبيقول لك انا عاوز الرياكشن ريت اوف 0.024 جرام مغنيسيوم ويز هيدروكلوريك اسيد في كام يا عم؟ في 14 ثانية. هو الريت كالكليت ذا ريت اوف ذا كيميكال ريكشن. الريت هو عبارة عن ايه؟ كونسنتريشن بير تايم. طيب الكونسنتريشن هنا عبارة عن ايه؟ الـ number of moles على الفوليوم. يعني انا حضراتكم هشوف ايه بقى؟ الرياكشن اوف 0.40 كذا جرام، شوف لي كده 0.024 على 24 ده تركيزه كام؟ number of moles بتاعته كام؟ 1 times 10 بار نيجاتيف 3. يبقى كأني هعتبر ان دي، ما لو اعتبرت ان الفوليوم 1 لتر يبقى ان ما هو الـ number of moles بتساوي الكونسنتريشن في الفوليوم. طب انا عاوز الكونسنتريشن، يبقى النمبر اوف مولز على الفوليوم، يبقى 1 تايمز 10 بار نيجاتيف 3 على الفوليوم اللي هو 1 اللي هو عباره عن 1 تايمز 10 بار نيجاتيف 3 ديفايدد 14. شوف الرقم ده هنا يطلع كام؟
7.14 times 10 power negative ايه؟ 4 5 محدش يزعل. ده مول بير مور بير لتر سكند، المول بالنسبة للتر على السكند. الفكرة التانية اللي بعديها زيها، أنا ما يهمنيش دي بقى خلاص. هنا مديك العكس، هو مديك هنا الريت بالنسبة للمينت. What is the rate of the combustion of oxygen؟ طب نقرأها. The rate of production of the carbon dioxide gas كذا. Carbon dioxide gas ده الريت بتاعه. عاوز الريت بتاعت الكومباستشن بتاعت الاكسجين جاز. الامر هنا بسيط جدا، انا هعمل علاقه بين مين؟ بين الكربون ديكسيد جاز والاكسجين على اساس عدد المولكيولز. هنا الاكسجين خدت كام مولكيول منه؟ 61. طيب والكربون ديكسيد جاز كام؟ 40. طب لو انا الريت بتاع الكربون ديكسيد جاز 0.98، يبقى هنا الريت بتاعه كام؟ كروس مالتيبليكيشن. خلصت. تعالوا بقى نشوف الجراف شوين ذات ريزلتس. تعالوا نشوف الجراف ده نقدر نظبطه ازاي. كويس، هنا في هنا كذا واحدة نبقى نظبط كده. بصوا هنا جايب لي جراف showing the result of the two experiment measuring the rate of the production of the oxygen gas in the chemical reaction. عاوز ال calculate the rate of production of oxygen in each experiment. في كل تجربة انا هاخد حتتين يكونوا ظاهرين مع بعض، يعني هنا كده اهو كان الريت 50، ما هو الريت واحد خلي بالك، وهنا 2. طب وهنا هاخد عند ال 40 او ال 40 مع ال 4، يبقى الريت انا باخد الفوليوم لاني بعتبر هنا 1 لتر او الفوليوم بمنتهى البساطه. ما انت عندك القانون بيقول ان النمبر اوف مولز بيساوي الكونسنتريشن في الفوليوم. اي قيمتين خلي بالكم عشان تطلع واحده. انا عاوز الكونسنتريشن، يبقى النمبر اوف مولز على الفوليوم. خلاص. طيب ممكن اعتبر الفوليوم عشان احسب بيه الكونسنتريشن. ممكن تعتبر، يعني انت خدت في الاولانيه 50 على 2 هيطلع لك 25. طب في الثانية، الثانية 40 over 4 يطلع لك 10. يجي يقول لحضرتك دلوقتي suggest two reasons the difference in the rate of the two experiment. ايه الحاجتين اللي ممكن يغيروا في الريت؟ ليه اختلاف؟ في هنا اختلاف في الريت بين ده وده. الكونسنتريشن بتاع الريكتنت اوف ريكتنت. رقم 2 التمبريتشر. اشمعنى التمبريتشر هنا اهو خلت ده يخلص عند وقت اقل اللي هو 2.5، والتمبريتشر هنا خلت ده يخلص عند 4.5. التمبريتشر بتفرق في الحته دي. طيب السؤال اللي بعد كده كوريكت. طبعا الحاجات اللي هي سهل ان هي تتجاب انا مش هقولها يعني. طيب تعالوا نشوف السؤال ده بالنسبه لنا. هنا السؤال بيقول لك ايه؟ One of the students has carried out the four experiments، عمل اربع تجارب. To measure the time taken for the reaction of hydrochloric acid with an effervescent antacid tablet or sulfur in the different conditions. The results are recorded in the following table. سجل القيم في تيبل. بيستعبط وراح حاطط لك المولر ماس، ماشي. المولر ماس بتاعت الاليمنت في قرص الفوار ده بيكون فيه كالسيوم كربونيت. Mention the number of the two experiments which shows that the volume used doesn't affect the reaction rate. بصوا حضراتكم، انا هبص للريت، الريت اللي ما يتغيرش ده. هنا الريت ده بكام؟ 65 وهنا 65. طب هنا الفوليوم كان كام؟ 50. طب انا غيرت الفوليوم خليته 100، يبقى منتهى البساطه تغيير الفوليوم ما اثرش على الريت اوف ذا كيميكال ريكشن، يبقى 2 و 3. From the shown result table determine the factor which affected the reaction rate giving reasons. مين هنا الفاكتور اللي اثر على الريت؟ هلاقي هنا في القراءه دي 65 خلاص، والاقي ان الريت هنا وصل لكام؟ 33.
ده دي حاجة واحدة بس، استنوا بس. هنا الكونسنتريشن كام؟ وهنا لما بقى 2 مولر فالكونسنتريشن برضو الريت اتغير. يبقى انا التو فاكتورز هنا، الفاكتورز اللي بيتأثر عندك حاجتين، التمبريتشر والكونسنتريشن. كونسنتريشن اوف ايه؟ اوف ذا اسيد اللي هو الهيدروكلوريك ايه؟ اسيد. ناخد السؤال اللي بعده، نشوف جراف هنا يا شباب. بيقول لك تو اكسبيرمنت هاز بين كاريد اوت اوف ذا ريكشن. ده مش سؤال امتحان، خلي بالكم انا مش هاخد المساحه دي كلها في امتحان، ممكن ياخد نصها مثلا او حاجه، بس انا هقولها عشان الفهم. ذا ريكشن اوف ذا كالسيوم كاربونيت وذ ذا دولوتد هيدروكلوريك اسيد ان ذا اكسبيرمنت 1 20 مللي من الدولوتد هيدروكلوريك اسيد از ادد ان اكسس اوف ذا كالسيوم كاربونيت. ماشي. اكسبيرمنت 2 20 مللي of the diluted hydrochloric acid is added to excess of the calcium carbonate pieces. The two experiments were under the same condition، يعني نفس الشروط، يعني نفس التمبريتشر ونفس البريشر، ما غيرش. Determine from the graph figure the curve represents the rate of the reaction of the two experiments with explanation. مين اللي أي جرافين من دول بيمثلوا التفاعل؟ والله بمنتهى البساطة، ما دام نفس الكونديشن ونفس كمية اليوزد أسيد فلازم نفس كمية الجاز اللي هيطلع واحدة. فدي طلعت نفس كم، الاتنين دول طلعوا نفس كمية الجاز. فهنا هيكون X و Y دول الجرافز. اشمعنى؟ As they gave same amount of produced CO2 gas. اسال نفسي سؤال، طب اشمعنى الاولاني ده وصل للاكوليبريم عند البوينت دي والتاني وصل عند الاكوليبريم اللي هو بالخط الاحمر ده؟ يعني اهو يفرق هنا التمبريتشر، ده خد ليس تايم عشان كانت التمبريتشر هاير، وده خد مور تايم عشان التمبريتشر كانت ايه؟ سمولر شويه، او بمنتهى البساطه درجه الحراره قليله. Study the opposite graph question 8 figure which represents the reaction of the ammonia preparation from the hydrogen and the nitrogen. هذه الهيدروجين and the nitrogen اتفاعل مع الهيدروجين، دي اسمها هابر بوش ميثود، فكنت بستخدم الايرون ككاتاليست وباخد 500 degree celsius وباخد 500 atmospheric pressure. فهنا يديك 2NH3. طيب يقول لك ايه؟ write the figure indicate where is the reactant product. مين الرياكتنت والبرودكت؟ هنا الرياكتنت قلت، ولا قصدي ده البرودكت اصلا زادت. مين اللي بيمثل البرودكت؟ البرودكت بتبدا من الصفر وبعدين تبدا تزيد، يبقى هنا ده NH3. طب الرياكتنت برغم ان البرودكت كان تركيزها 2 لكن في واحد من الرياكتنت كان تركيزه اعلى من البرودكت اول ما بدا، يبقى ده كان ده 3H2، يبقى هنا H2. طيب والتاني هيبقى النيتروجين. اللاين اكس ده ريبريزنت وات؟ لا اللاين اكس ده ريبريزنت ذا بوينت ات ويتش ذا ايكوليبريم تيكينج بليس، يعني النقطه اللي كل الرياكتنت وصلوا بقى بارلل تو ذا تايم اكسس، يعني ده اسمه الايكوليبريم بوزيشن. حاضر، بصوا بقى معايا. في حاله الايكوليبريم بوزيشن انا قلت لكم بيبدا الرياكتنت سواء رياكتنت او برودكت يبدا يبقوا بارلل تو ذا اكس اكسس. فالنقطه اللي فصلت ما بين التغير في التشينج هنا في الكونسنتريشن سواء في دي او في دي او في دي، النقطه دي، لان كلهم بقوا بارلل للتايم اكسس او اكس اكسس. النقطه اللي بيبقى الكيرف بتاعي يبقى بارلل معناها ان الرياكشن هنا انتهى خلاص، الريت بتاعه بقى ثابت والكونسنتريشن بتاعه ثابت، يبقى انا هنا بتكلم على مين؟ بتكلم على حته تايم اكس، يبقى هو شكرا ادي اهي الكونسنتريشن بتاعي بقى ثابت، يبقى هنا دي اسمها الايكوليبريم بوزيشن. ايكوليبريم ايه؟ ا بوينت اوف ايكوليبريم، نقطه الايه؟ الاتزان. السؤال اللي بعديه، in the opposite graph represented the volume of the carbon dioxide gas produces from the reactions of equal masses of the calcium piece with hydrochloric acid. Where is the medium sized piece of the calcium? أنا بستخدم هنا medium sized piece of the calcium carbonate. Use in the first experiment حتة متوسطة الحجم. خلاص؟
of the calcium carbonate used in the first experiment and the small in the second experiment. التجربة التانية خدوا حتة small. Which one of the two curves X ولا Y or Y represented the reaction with the small piece. Small piece يعني يا شباب يعني بمنتهى البساطة rate of the chemical reactions increase يعني معدل التفاعل يوصل. بصوا شايفين الحتة دي ادي الستريت لاين بتاعه وادي هنا الستريت لاين. الستريت لاين انا وصلت له عند وقت L وهنا الستريت لاين وصلت له عند كام بعد 300 سكند. يبقى بالتالي السمول بيس هو هيكون اكس. طب والميديوم ده سمول as reaction take place in less time. طيب والتانية التانية طبعا الواي دي هتكون ميديوم بيس as reaction takes place in more time. كويس. What is the time required consuming the medium sized piece؟ ال medium sized piece اللي هي واي خلصت بعد قد ايه؟ بعد 300 ثانية. بعد كده بيقول لك ايه؟ Draw the same graph the third curve represent the reaction of the same mass of the calcium carbonate نفس الحتة بس في شكل باودر. في شكل باودر يعني انا ازود معدل التفاعل فالتفاعل يبدأ يخلص عند حتة يكون ايه؟ كده اهو. ياخد وقت اقل كمان يعني يبدا يثبت عند وقت ايه يكون اقل. طيب ده كده بالنسبه للمنظر ده. ناخد السؤال اللي بعديه ان شاء الله. The opposite graph represents the volume of the evolved oxygen gas per the minute. Next reaction هو الهيدروجين بيروكسيد اداني ووتر مع الاكسجين. Which taking place in the 0.1 gram يعني هنا ده كده 0.1 جرام. انا بس عاوز احدد الحته اللي ثبت فيها التفاعل من المنجنيز. بيقول لك ايه 0.1 جرام من المنجنيز ديوكسيد ده الكاتاليست مش هيأثر معايا. انا خدت 20 مللي من الهيدروجين بيروكسيد والكونسنتريشن بتاعه 0.2 مولر. طيب هو عاوز ايه؟ How does the rate of the change over the time؟ هيبدأ نقول له ايه؟ rate increases rate of increases ايه بقى؟ rate increases for oxygen gas formation. ما هو الهيدروجين بيروكسيد ده لما بيطلع لما بيتفكك يديني oxygen gas till it becomes constant لغايه ما يبقى كونستنت لاين عند الخط ده كده. طيب on adding 0.2 جرام of the manganese dioxide انا زودت هنا الحته اللي انا هتتفاعل مع 20 مللي of 0.2 مولر. What is the volume of produced gas؟ طبيعي الفوليوم بتاع البروديوس جاز اللي يحصل هيبدا يزيد. Explain. نقول له volume increase as reactant. خلي بالكم استنوا استنوا ده هو هيحط 0.2 من المنجنيز ديوكسيد. الكلام اللي انا عملته ده مش مظبوط. لما احط المنجنيز ديوكسيد ده كاتاليست يزود ما يزودش مش تفرق. رياكشن ريت كونستنت فبالتالي الاكسجين سيم فوليوم. اشمعنى؟ لان حضرتك الكاتاليست ما بيأثرش في ريت اوف ذا كيميكال ريكشن. Not affected the equilibrium position. Draw the same graph. What's happening in the curve when adding 0.1 gram of MnO2 to 20 milli of 0.1. انا هنا قللت ايه حضراتكم؟ بدأت قللت الكونسنتريشن. معنى ان انت قللت الكونسنتريشنز بتاع مين؟ بتاع ال H2O2 فبالتالي كميه الفولفيد جاز هتبدا تقل.
عشان انت قللت الكونسنتريشنز. برغم ان هي نفس الحته، برغم ان هي نفس الكاتاليست ماس، لكن الفوليوم ده هيبدا يتفاعل بكونسنتريشن اقل. لكن هناك كان الكونسنتريشن كان كام؟ الكونسنتريشن بتاعي كان فوق كام؟ 0.2، فانا قللت الكونسنتريشن. طيب نشوف السؤال اللي بعديه. An opposite graph represented the volume of the evolved hydrogen gas from the reaction of the zinc powder with an excess of hydrochloric acid. Why the volume gas fixed after the 6 minutes from starting the reaction؟ بعد 6 ده ثبت. نقول له because it reaches equilibrium. Since all zinc are consumed and gives H2. At the curve, the graph represents the rate of the reaction on heating the mixture. لما أنا سخن فيبدأ التفاعل يثبت عند درجة حرارة أقل. يعني أنت حضرتكم لما يجي كده نفس كمية الغاز اللي هتطلع، بس يبدأ لما أنا سخنت، شكرا، بدأ يثبت عند درجة حرارة أقل. يثبت عند درجة حرارة أو يثبت عند تايم قصدي أقل، معناها إن أنا زودت درجة الحرارة. زودت درجة إيه؟ الحرارة. ده كده كان بالنسبة للريكورد الليسون 1 في الكيميكال إيكوليبريم. هنعمل ريكورد تاني بالنسبة للدرس التاني. أشوفكم على خير إن شاء الله.